أثري وكانت. السلام عليكم يا سمينو. السلام عليكم أخوتي المغاربة، كي دايرين؟ لاباس عليكم أنتم؟ لاباس أخوتي المغاربة. هذا النهار ندير لكم واحد الفيديو، غادي نهضر لكم على الناس اللي كيهضروا واحد في واحد، على الناس اللي كيشكموا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الناس الخانزين. اجي نقول لكم الله يرحم والديكم، غير اش كتربحوا بالشكامه؟ واش نتوما ما عقلتوش ملي جيتو كتطلبوا سروال؟ ما عقلتوش ملي جيتو من لاكار لاكار، ملي جيتو ما عندكمش فين تمشيو، جيتو عند لالاكم، جيتو عند لالاكم، انا ما جبتكمش، نتوما اللي جبتوني، نتوما اللي غرتو مني، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. واش نتوما مشيتو للحج؟ انا كنت غادي نجي نشوف ماماكم، قلتوا لي ما تجيش. واش هذا هي الحج؟ ها هي ودي، ها هي ودي. انا غير هذاك الماكله اللي كليتو من عندي وحوايج اللي راهم عندكم وكلت عليكم الله تعالى، والله لا سماح لكم، مرطوني وزدتو عليكم هذاك خينا. ويلي ويلي مريوه يضل جالس قدامكم ويضل يجبد في العيالات نتاع في مال. سيرو سيرو، ولا عندكم شي حاجه من عندي ديروه، اللي في جهتكم ديروه، اللي في جهتكم ديروه. سيرو تخراو الراجل ومرا، فهمتوا؟ واش لقيتوني يا مينا الريفيه كتحشم درتو عليها اللي بغيتو؟ ما تحشموش. اش درت لكم؟ جبت لكم اختكم، علاش ما جمعتوهاش؟ خوكم بقات عندو اخت بنتي، جراو عليها طز عليه، قلنا ما تحشمش. السروال الاول اللي درتي في مال يا مينا اللي عطاتولك، الخير نتاعي نسيتوه؟ نتوما نكارين الخير؟ اش درت لكم؟ اش خسرت لكم؟ قولوا لي اش من الهضره وصلت عندكم؟ اجيو لعندي قولوا لي اش قلتيها يا مينا؟ نتواجهوا. انتي نهار اللي جيتي عندي انت والراجل، انتيا وراجلك، ما خليتي ما حطيتي، خرجت عليك الهدرة؟ حتى انتيا قطعتي عليا الهدرة زعما؟ وكلت عليكم داك قبر النبي اللي زرتو، وكلت عليكم قبر النبي اللي زرتوه ولا زرتوه، حاشا لي ماشي نتاع وجهكم، قلعتوني قلبي بالهضور. كيجيو عندي الناس كيقولوا لي قالوا فيك قالوا فيك قالوا فيك قالوا فيك، كاع اللي قلتو فيا وصلني، كاع السر نتاعي، كاع اللي قلتو فيا في تونس خرج عندي، قالوا هالي إيه الو ما رمين داينات
قزينينا وغايتجوق ونوا يفوت غاري ايوي خدمتي تغا فرنسا سيد فخثنت شخثنت سوخثنت قراس نترشواغر نهار التالي هذا يسي ورنت حشومة جبتكم عاونتكم درتو الكواغط ركبتو في الطوموبيل تاعي ما كان عندكم لا بيرمي لا والو وانت امرت العمر راجلي الله يرحمه مالكي سعرتي حسيت الصحه نتاعك وسكتي راكي مريضه راه الموت كتخطف وما نسمحلكش ملي جيتي وانتي على ظهري ما حشمتيش شويه ما قلتيش غادي نحشم هذه المراه غيواليه ما عندها حد مريضه وانتي على ظهري لا اله الا الله والله اختي الحبيبه اللي حشومه عليك حشومه عليك ياك جيتي عندي قلتي لي ادخلي اختي مشيتي جبتيها من طوبة قلتيها لي عندك تقولي لخواتاتي مشيتي جبتيها باش تخلي حوايجها عندك صيفتيها عندي عريانة درتي الكاسات ما خليتي لياش بالمعيور صيفتيها لاختك هذاك الكاسات جات لعندي بلا ما فرشتي في تونس بلا ما قلتي كل شي جا لعندي كل شي وصل لعندي بالباوتة كل شي اللي قلتي في مال انا قلت في تونس اللي قلتي في مال لما هدرتي خرج عندي هدرة بهدرة وبصح انا شغي نقولكم كنقولكم وكلت عليكم الله تعالى والنبي رسول الله نهار الحساب والعقاب نتحاسبوا وما نسمح لكمش اخوتي المغاربه اللي جيتو بلاك وقت عرفتوا لا مزيان كي دايره مي انا ما عرفتش لا مزيان كاع اللي جاي لقط الفراز بكونتراتا والقطو معطيش والدرا كبركم الشان مي انا بزاف عليكم جيت في 4-5 تومو بين طويلة وخضراء ومع الرجل نتاعي حداه كبركم الشان المغاربة شبعتو دجاج الحمد لله وبصحوا لي واللور ولي واللور انتوما ما غاديش تموتوا غادي تموتوا تقولوا يا ربي نلقاو شكون يسمح لينا وما نسمحكمش انا لا سمح لكم كضلوا تيتيني في مال على ظهري انتوما اختكم سواديزا خيكم كضلوا عليا مالكم اش درت لكم الغيره حلقاتكم الغيره تنغيك نيت الغيره خافي وذا يتريسنت ها كنيتو سنتي 18 في وينتيرو مين دايسن السيده انتوما ديتو الكور فيهم السيده مساكين جريتو عليهم وديتو الاخرين وديتو الزبل ديتو الحلالف مي انا بزاف عليكم لا سماح لكم نجي لفرنسا نحوس عليكم نديرو المظاهرات انا وياكم نوصلوا للمخزن نتكاتلوا باش نوري لكم يمينة كي دايره ضحكتوا عليها جبت لكم خطكم راه في تونس كتفرعن عليا
هلا، السلام عليكم.